بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اهلا وسهلا اعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات. اليوم ان شاء الله باذن الله نستكمل اخر درس في هذا الفصل وهو استراتيجيه حل المساله انشاء نموذج الجزء الثاني. كانت فكرة الدرس نحل المسائل باستعمال استراتيجية إنشاء نموذج، وهذا رابط الدرس الرقمي، طبعاً خطوات حل المسألة الأربع اللي هي من يذكرها منكم من يعرفها، أحسنتم أفهم، أخطط، أحل، ثم أتحقق من صحة الحل، أو معقولية الحل اللي توصلنا إليه. من استراتيجيات حل المسألة أيضا الرسم والتخمين والتحقق وإنشاء نموذج لدينا بعض المسائل المتنوعة اللي نستخدم فيها استراتيجيات متنوعة لدينا خدمات طلاب يقوم مكتب خدمات طلاب بتصوير الورقة المستقلة بسعر 20 من 100 من الريال 20 من 100 من الريال اللي هي 20 هللة وأوراق الدفاتر بسعر ثمانية وعشرين من مئة من الريال يعني ثمانية وعشرين هللة فإذا دفع سعد تسعة عشر ريالاً فكم ورقة من كل نوع قام بتصويرها؟ كيف ممكن نعرف كم ورقة من كل نوع قام بتصويرها سعد؟ أول شيء أفهم إن كان سعر تصوير الورقة المستقلة بسعر 20 ريال 20 عفوا من 100 من الريال يعني 20 جزء من الريال هي 20 هللة وأوراق الدفاتر بسعر 28 جزء من الريال 28 من 100 من الريال يعني 28 هللة ودفع 19 ريالا كم ورقة كان صور سعد كم ورقة من كل نوع قام بتصويرها يعني المطلوب كم عدد الأوراق اللي صورها سعد بتكلفة تسعة عشر ريالا نخطط طبعا هنا راح نحل المسألة بالتخمين والتحقق راح نخمن عدد ونشوف هل مثلا صحيح راح يدفع فيه تسعة عشر ريالا أو لا أعلى من تسعة عشر بكثير أو أقل منها بكثير وما إلى ذلك الخطوة الرابعة من خطوات حل المسألة اللي هي أحل عندنا راح نحط عدد لأوراق المستقلة اللي قيمتها اللي هي اثنين من العشرة من الريال أو عشرين من مئة من الريال وورقة الدفتر اللي هي ثمانية وعشرين من مئة من الريال ونشوف المجموع لابد يصير تسعة عشر ريال إذا ما لم يكن تسعة عشر نغير العدد لو صور عشر أوراق بتكلفة اثنين من عشرة من الريال راح يدفع ريالين فقط و من ورقة الدفتر إذا صور عشرة أوراق مستقلة ورق عشرة من الدفتر راح يدفع في هذه ريالين وفي الثانية ريالين وثمانية من عشرة أو ثمانين من مئة مجموعهم راح يكون أربعة وثمانية من عشرة من الريال أو ثمانين من مئة من الريال إذا غير صحيح هذا التخمين لأنه صغير جدا بعيد جدا عن التسعة عشر طيب هو العشرة عشرة أوراق عشر أوراق بعيدة جدا عن التسعة عشر أريد أن أقرب راح أضيف راح أخلي أو الورق المستقلة عددها ثلاثين راح أزيد عشرين ورقة وراح أزيد عشرين ورقة في ورقات الدفاتر ثلاثين ورقة بعشرين هللة راح يكون سعرها 6 ريال و30 ورقة من ورقة الدفاتر ب 28 هللة راح يكون سعرها 8 و4 من 10 من الريال أو 48 من 100 من الريال 6 و8 من 100 راح يكون الناتج 14 و4 من 10 أو 40 من 100 إذا لم نصل إلى 19 ريال نزيد لأننا أقل منها طيب هل نزيد كثير؟ هل نزيد؟ يعني الآن زدنا عشرين ورقة انتقلنا من يعني زاد المبلغ عشر ريالات طيب هل الآن الفارق بين أربعة وثمانية من عشرة وأربعة عشر وأربعة من عشرة تقريبا عشرة ريالات تقريبا فهل وكم باقي عشان نوصل من أربعة عشر وأربعين من مئة إلى تسعة عشر تقريبا خمس ريالات أو أربع ريالات ونصف فهل نزيد عشرين ورقة؟ لا عشرين ورقة راح تعطيني زيادة عشر من كل نوع راح تعطيني تقريبا عشر ريالات زيادة إحنا نريد تقريبا خمس ريالات يعني عشر أوراق من كل نوع كافية لأن عشر أوراق من كل نوع راح تعطيني تقريبا خمس ريال اللي هي أربعة ريال وثمانين هللة طيب يعني راح نأخذ أربعين ورقة من نوع من الورق المستقل اللي هو بتكلفة 20 هللة و40 ورقة من ورقة الدفاتر اللي هي 28 هللة أه هنا طبعا راح يكون القيمة 8 ريال وهنا راح تكون القيمة 11 ريال و20 هللة لما نجمعهم راح يعطيني 19 ريال و20 هللة وصلنا إلى 19 لكن زدنا عليها بسعر مبلغ بسيط جدا اللي هو 20 هللة العشرين هللة قيمة أي ورقة من الورق الان لازم نطرح طب كم بنطرح راح نطرح ورقه واحده ليه لان الزياده 20 هلله اللي هي قيمه من احسنتم قيمه الورقه المستقله قيمه ورقه مستقله واحده 20 هلله راح انقص من عدد الاوراق اللي افترضتها الأربعين 40 راح انقص منها واحد يعني راح تصير 39 وال40 اللي هي راح تكون زي ما هي 40 ورقه ال39 ورقه في 20 هلله اللي هي ب7 ريال و80 هلله و40 ورقه من نوع الورقة الدفاتر اللي هي ب28 هلله راح تكون 11 ريال و20 هلله اذا جمعتهم راح يعطينا 19 ريال بالضبط اذا كم عدد الاوراق المستقله ووراق الدفاتر اللي صورها سعد ودفع فيها 19 ريالا اللي هي قام بتصوير تسعة وثلاثين ورقة مستقلة وأربعين ورقة دفتر. كيف عرفنا بالتخمين والتحقق؟ طيب نتحقق أيضا راح نفرض أعداد أخرى ونشوف هل يعني ما راح يضبط إلا على العدد اللي وصلنا له ولا لا؟ أول شيء بالنسبة للأوراق المستقلة لو كان صور أربعة وأربعين ورقة اوراق الدفاتر مثلا 42 ورقه احنا الان وصلنا الى ان المستقله 39 والدفاتر 40 ورقه الدفاتر 40 ورقه طيب نشوف مثلا لو قلنا لا المستقله كانت 44 والدفاتر 42 طبعا راح اضرب كل نوع بالقيمه الخاصه به 44 بضربها في 20 هلله او 20 من 100 اثنين واربعين راح اضربها ثمانية وعشرين هلا لا او ثمانية وعشرين من مية اجمع النواتج راح يعطيني عشرين وستة وخمسين هلا لا طبعا بالفعل راح تزيد على التسعة عشر لان زدنا عن الاعداد اللي وصلنا لها قبل قليل اذا هذا مرتفع راح ننقص خلينا اربعة واربعين خليناها تسعة وثلاثين واثنين واربعين خليناها ثمانية وثلاثين نقصنا زيادة طيب تسعة وثلاثين ضربناها في عشرين هللة ثمانية وثلاثين ضربناها في ثمانية وعشرين هللة المجموع ثمانية عشر وأربعة واربعين هللة إذا منخفض عن تسعة عشر ريال طيب زدنا تسعة وثلاثين زدناها واحد صارت أربعين الثمانية وثلاثين زدناها ثلاثة صارت واحد وأربعين طيب ضربناهم كل نوع ضربناه في سعره طلع لنا المجموع تسعة عشر وثمانية واربعين هللة إذا أيضا مرتفع لازم ننزل من عدد الأوراق طيب من الزايد الزايد ثمانية واربعين هللة اللي هي مثلا لو قلنا ورق ثمانية وعشرين مرتين أكبر من ثمانية واربعين طيب عشرين مرتين 40 أقل من 48، لكن 20 و28 20 هللة و28 هللة 48، يعني بطرح ورقة من المستقلة وورقة من الدفاتر. راح نرجع إلى 90 من 39 أوراق مستقلة و40 ورقة دفتر. رجعنا لنفس العدد اللي توصلنا له قبل قليل بتخمين آخر. إذًا 20 ونفس الشيء راح نضرب 20 هلله في 39 ثمانية 28 هلله في 40 راح يعطينا 19 ريالا وهو الصحيح والمطلوب واللي توصلنا له ايضا لدينا هنا في مطعم يصف يصف معمل طاوله مطعم طاولات للاكل مربعه الشكل متلاصقه جنبا الى جنب بحيث يجلس امام كل ضلع من اضلاع الطاوله شخص واحد فقط كم ضلع للطاوله اربع اضلاع لكن فيه ضلع مو يعني ما راح يجلس عليه أحد، ليش؟ لأنه يلتصق بضلع الطاولة اللي يليه، وهكذا آه هذا بالنسبة للطاولة الأولى، والطاولات اللي في الوسط فيه ضلعين واحد يرتبط باللي قبله، وواحد تلتصق بالتي بعده، ما راح نستفيد أيضا منه، فبنشوف. فإذا كان عدد الاشخاص 32 شخصا كم طاوله يحتاج اليها المطعم اول شيء طبعا هذه الطاولات شوفوا كيف تصطف يعني الان الطاوله الاولى والطاوله الاخيره راح يكون عليها ثلاثه الاولى والاخيره راح يكون عليها ثلاثه لكن الطاولات اللي في الوسط ما راح تستوعب الا شخصين فقط يعني هل نقول مثلا الطاولات 32 شخصا نحتاج الى نصف العدد اللي هو 16 شخص طاوله مثلا لا بيكون في اماكن خاليه هنا لان في بعض الطاولات تاخذ اكثر من اثنين من شخصين اللي هي الاولى والاخيره فبنشوف الان اول شيء افهم اذا كان عدد الاشخاص 32 شخصا كم طاوله يحتاج اليها المطعم بحيث يجلس امام كل ضلع من اضلاع الطاوله شخص واحد طب كيف راح اعرف كيف راح أعرف؟ شفتوا النموذج هنا اللي كوناه؟ النموذج اللي كوناه هنا ساعدني على إني أكتشف إن الطاولة الأولى والأخيرة راح ياخذون ثلاثة أشخاص، بينما الطاولات اللي في الوسط راح ياخذون شخصين فقط، أو أو كرسيين فقط، فهنا النموذج يعني يسهل علي معرفة ذلك، نشوف الآن راح نخطط طبعاً راح ننشئ نموذجًا. نحل الخطوة الثالثة من خطوات حل المسألة هذه الطاولة الأولى الطاولة الثانية ملاصقة لها الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة هذه مجموعة من الطاولات الطاولة الأولى راح نضع طبعا هنا كرسي وهنا كرسي وأيضا هنا لكن راح نلف ونرجع مرة أخرى وضعنا مجموعة من الكراسي هنا طبعا الطاولة الأخيرة أخذت واحد اثنين ثلاثة الطاولة الأولى طبعا لو رجعنا الآن هذه الكراسي الطاولة الأخيرة الأولى أخذت واحد اثنين ثلاثة والأخيرة أخذت واحد اثنين ثلاث كراسي ثلاثة وثلاثة ستة نطرحها من من؟ إذا عدد الطاولات لو لاحظنا الآن لو عدينا الكراسي هل هي اثنين وثلاثين؟ هنا واحد اثنين ثلاث راح نعد اللي بالواحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر خمسة عشر في الامام ايضا في الخلف راح يكون خمسة عشر هذه ثلاثين واحد في الاول واحد في الاخير هذه اثنين وثلاثين طيب كم طاولة طبعا في خمسة عشر كرسي هنا يعني خمسة عشر طاولة إذا عدد الطاولات كم؟ خمسة عشر لاحظوا هنا ان عرفنا عدد الطاولات اللي كفت 32 شخصا بانشاء نموذج حطينا عدد من الطاولات والكراسي ولاحظنا ان خمسة 15 طاوله تكفي ل 32 شخصا طبعا في استراتيجيات اخرى ممكن ان نحل فيها هذه المساله ايضا راح نتحقق طبعا عندنا هنا زي ما قلنا عدد الطاولات يساوي عدد الأشخاص ناقص اثنين تقسيم اثنين إذا عدد الطاولات راح يساوي اثنين وثلاثين شخص ناقص اثنين ليش طرحنا اثنين؟ لماذا طرحنا اثنين؟ لأن الطاولة الأولى والأخيرة تأخذ ليس تأخذ اللي هم الاثنين هذول الشخصين اللي طرحناهم الزيادة لأن الطاولات كل طاولة راح تأخذ شخصين الأولى والأخيرة راح تأخذ شخص اضافي في الاولى وشخص اضافي في الاخيره فبنشيل هذول الشخصين الاضافيين راح نشيلهم نقصنا اثنين من عدد الاشخاص عدد الاشخاص اللي هو 32 طرحنا منه اثنين هذول المعنيين اللي هنا واللي هنا طيب اذا كم الناتج عندي راح يكون 30 طيب 30 شخصا هذولي راح ينقسمون على اثنين لان كل طاوله راح تاخذ اثنين منهم واحد في كل واحد مقابل للآخر، إذاً كم طاولة لدينا هنا؟ أحسنتم، ممتاز راح يكون عدد الطاولات 15 طاولة، 15 طاولة، ممتاز. لدينا في لوحات تريد تريدهن تعليق ثلاث لوحات عرض كل منها آه عرض كل منها قدمين على جدار غرفتها، بحيث تكون المسافة بين اللوحات بعضها وبعض.. وكذلك بين اللوحات ونهايتي الجدار جميعها متساوية. إذا كان طول الجدار ثمانية عشر قدمًا، فكم يجب أن يكون طول تلك المسافة؟ أول شيء طبعًا من خطوات حل المسألة أفهم. طول الجدار ثمانية عشر قدم، كم تكون المسافات بين ثلاث لوحات؟ عرض كل لوحة منها اثنين قدم ونهايتي الجدار إذا كانت المسافات متساوية. طبعا نخطط راح ننشئ نموذج لمعرفة ذلك الخطوة الثالثة الحل لاحظوا هنا النموذج هذا الجدار عرضه عشر قدما هذه اللوحة الأولى والثانية والثالثة هنا مسافة بين الجدار واللوحة مسافة بين اللوحة واللوحة وبين اللوحة الثانية والثالثة ومسافة بين اللوحة الثالثة والجدار كم مسافة تكونت لدي الآن كم مسافة هو يقول تريد ترتيب ترتيب هذه اللوحات بحيث تكون المسافات بينها متساوية وأيضا المسافة بين الأولى والجدار والأخيرة والجدار نفس المسافات اللي بين اللوحات نفس الشيء يعني النجمات هذه راح تكون لازم أطوالها متساوية أول شيء لاحظوا هنا اللوحة الأولى اثنين قدم معنات 18 قدم بقي منها كم؟ ستة عشر الثانية اثنين قدم يعني بقي أربعة عشر قدم الثالثة اثنين قدم يعني بقي اثنا عشر قدم طيب الآن اللوحات أخذت ستة أقدام بقي اثنا عشر قدما من عرض الجدار اثنا عشر قدما راح أوزعها على كم مسافة واحد اثنين ثلاث أربع مسافات ولازم تكون متساوية يعني راح تأخذ هذه ثلاثة أقدام وهذه المسافة ثلاث أقدام وهذه ثلاث أقدام وهذه ثلاث أقدام إذا كم طول المسافة بين اللوحات واللوحات ونهايتي الجدار راح تكون ثلاثة أقدام لكل مسافة ممتاز تقسيم المسافة 12 تقسيم أربعة راح يصير ثلاثة أقدام الخطوة الرابعة راح نتحقق نفس الشيء عندي هذه النموذج هذا هو النموذج الذي لدينا تقسيم المسافه يساوي ثمانيه عشر راح اطرح منها عرض اللوحات الثلاثه اللي هو ثلاثه في اثنين لان عرضها اثنين قدم كم راح يعطينا ثمانيه عشر راح اطرح منها كم سته راح يعطينا الناتج اثنا عشر طيب اثنى عشر هذه راح اقسمها على كم على اربع فراغات راح يكون عندي اثنا عشر تقسيم اربعه اللي هو ثلاثه اقدام اذن اجابتنا صحيحه أيضاً لدينا هنا في غسيل تحتاج مها إلى مشبكين لتثبيت كل قطعة ملابس على حبل الغسيل، ويمكنها أن تثبت قطعتين متجاورتين بمشبك واحد نهاية الـ الـ الأولى مع بداية الثانية وهكذا نهاية القطعة وبداية القطعة التي تليها بمشبك واحد. ما أقل عدد ممكن من المشابك تحتاج إليه لتثبيت ثمان قطع من الملابس؟ لو قلنا كل قطعة راح تتثبت بمشبك واحد، راح نحتاج ثمان مشابك، لكن القطعة ما تتثبت بمشبك لابد في بدايتها ونهايتها مشبك طيب هل معنات اننا بنقول ثمانية في اثنين كل قطعة راح تاخذ مشبكين لا لماذا لان نهاية القطعة الاولى مع بداية القطعة الثانية راح نحطهم فوق بعض ونشبك المشبك عليها يعني راح يشتركون في مشبك واحد يتثبتون في مشبك واحد نضع الملابس فوق بعضها طرف منها وتثبت بمشبك واحد اذا كم مشبك راح نحتاج اقل عدد من المشابك ممكن ان نحط عدد اللي نريد لكن اقل عدد لن تتثبت المشا... الملابس بدايتها ونهايتها على الحبل الا بهذا العدد اول شيء نفهم كم اقل عدد ممكن من المشابك تحتاج مها لتثبيت ثمان قطع من الملابس طبعا هنا راح ننشئ نموذجا لمعرفه ذلك الخطوه الثالثه من خطوات حل المساله اللي هي احل نحل الان هذه القطعه الاولى من الملابس وهذه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه طبعا القطعه الاولى راح تثبت بالمشبك ثم نهايه القطعه الاولى مع بدايه القطعه الثانيه بمشبك ونهايه الثانيه مع الثالثه بدايتها بمشبك نهايه الثالثه مع بدايه الرابعه مشبك نهايه الرابعه مع بدايه الخامسه مشبك نهايه الخامسه مع بدايه السادسه مشبك نهايه السادسه مع السابعه مشبك نهاية السابعة مع بداية الثامنة مشبك ونهاية الثامنة مشبك كم مشبك الآن عندنا؟ أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مشابك تحتاج إليها مها طيب نتحقق طبعا ممكن أن هذا النموذج عندنا طبعا هنا ستضع مشبك في بداية القطعة الأولى بداية القطعة الأولى ستثبت بمشبك ثم <تسجيل> نهايه الاولى مع بدايه الثانيه مشبك الان هذا مشبك الاساسي في بدايه القطعه الاولى ثم مشبك واحد يمسك نهايه القطعه الاولى وبدايه القطعه الثانيه الان مشبك في الاول مسك القطعه الاولى ثم القطعه الاولى نهايتها مشبك طبعا مشترك مع بدايه القطعه الثانيه القطعه الثانيه نهايتها في مشبك مشترك مع بدايه القطعه الاولى الثالثه عفوا نهاية القطعة الثالثة مش في مشبك مشترك مع بداية الرابعة ونهاية الرابعة في مشبك مشترك مع بداية الخامسة ونهاية الخامسة مشبك ونهاية السادسة مشبك ونهاية السابعة مشبك ونهاية الثامنة أيضا مشبك طيب يعني فيه مشبك راح يكون عدد المشابك في واحد في الأول ثم نهاية كل قطعة فيه مشبك يعني ثمان مشابك واحد زائد ثمانية كم راح يكون راح يكون تسع مشابك اذا حلنا ورسمنا صحيح في الشكل المجاور الذي يوضح بلاط مربع الشكل طول ضلع الواحدة واحد قدم ويحيط بحوض سباحة طوله سبعة أقدام وعرضه أربعة أقدام كم بلاطة نحتاج إليها إذا كان طول المسبح 32 قدما وعرضه 22 قدما المسبح طوله اثنين 32 وعرضه 20 طبعا اول شيء افهم طول ضلع البلاطه الواحده واحد قدم ويحيط بحوض سباحه طوله سبعه اقدام وعرضه اربعه اقدام هذا حوض السباحه طوله سبعه وعرضه اربعه يحيط به هذا البلاط المسبح كله راح يكون طوله 32 قدم وعرضه عشرين قدما نخطط راح ننشئ نموذجا لمعرفة ذلك لاحظوا هنا المسبح الحوض لدينا هنا عدد البلاط في المستطيلين الأحمرين يساوي أربعة في ستة وثلاثين بلاطة طبعا هنا عندنا الأحمر واحد اثنين ثلاث أربع هذا في العرض في الطول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبع ثمان تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر لو عديناها راح تكون 36 بلاطة راح يكون 144 بلاطة. طيب بالنسبة للبلاط الأخضر عندي في العرض واحد اثنين ثلاثة أربعة في الطول لو عديناه واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر أحد عشر اثنى عشر راح يكون 20 بلاطة. طبعا هنا أربعة في ستة وثلاثين مية وأربعة وأربعين وأربعة في عشرين ثمانين بلاطة إذا عدد البلاط راح نجمع مية وأربعة وأربعين زائد ثمانين حساوي يساوي ميتين وأربعة وأربعين بلاطة راح يكون عندي ميتين وأربعة وعشرين بلاطة ميتين وأربعة وعشرون بلاطة هذا هو عدد البلاط عرفناه أنشأنا نموذج و عدينا البلاط. نتحقق طبعا لو نريد منك عزيزي الطالب عزتي الطالبه في الواجب انك تتحقق من هذه الفقره، وبذلك نكون انتهينا من درس اليوم، شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات.